اسأل أكثر. مساء الخير مشاهدينا الكرام. 9/11 أو أحداث 11 من أيلول سبتمبر عام 2001، يكفي أن نذكر هذا التاريخ لنتحدث عن أمور عديدة غيرت وجه المنطقة. وجه جديد أرادت واشنطن رسمه كما تريد هي، من خلال الحروب على الإرهاب كما تقول، وتغيير الأنظمة لنشر الديمقراطية طبعا بين مزدوجين. ولكن بأي ثمن نشرت هذه الديمقراطية الأمريكية؟ من دفع هذا الثمن؟ وما هي المسؤولية التي تتحملها السياسات الغربية في المنطقة في تفشي الإرهاب؟ البعض يقول من جهة أخرى أن جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق من يسمح بالخطاب الديني أن يحرض ويحلل ويشجع على قتل الأبرياء. الإرهاب ظاهرة يعاني منها الجميع، والقليل فعلا من يريد محاربتها بكل جدية. لماذا؟ هذا السؤال وأسئلة أخرى سنحاول أن نجيب عنها مع ضيوفنا هذه الليلة، ولكن سنطلعكم بداية على السؤال المطروح على تويتر. يمكنكم مشاهدينا إذن المشاركة معنا من خلال التصويت على صفحتنا على موقع تويتر @RT Arabic عبر الإجابة على السؤال التالي: في ذكرى 16 لهجمات سبتمبر، ما السبيل إلى دحر الإرهاب؟ هل هو التعاون الدولي، تغيير سياسات الغرب، أو إصلاح الخطاب الديني؟ ويمكنكم أيضا التصويت على موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com عبر الإجابة على السؤال نفسه. لحوار هذا اليوم سينضم إلينا من نيويورك رئيس تحرير قناة ATN أحمد فتحي، ومن القاهرة الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي. أهلا بكم هاي ضيفي الكريمين. أبدأ معك من نيويورك أستاذ أحمد، ماذا تغير بعد أحداث 11 من سبتمبر، بعد مرور 16 عاما على هذه الأحداث في أمريكا؟ بالتأكيد تغير الكثير على مستوى العالم وعلى مستوى الولايات المتحدة. أنا كنت يعني من أحد شهود هذا اليوم منذ 16 عاما في مدينة نيويورك، كأمريكي من أصول مصرية وآخرون من أصول عربية وإسلامية. تغيرت معاملتنا تماما في المجتمع، مع الحكومة، مع المؤسسات، مع الشركات الخاصة، البنوك إلى آخره. أصبح ينظر إلينا بالشك والريبة إلى أن يثبت العكس، وهذا عكس المنطق الأمريكي في التعامل. بالنسبة على المستوى السياسي، ربما تطهير إلى حد كبير لم تنتهي بعد أفغانستان من طالبان وأتباع بن لادن الإرهابي. وفي العراق رأينا ما حدث بكل أسف. ولكن يعني عندما ذكرت أنه ما زال يوجد الكثير حتى يستطيع العالم الحر أن يتغلب على ظاهرة الإرهاب، وأحتفظ بهذا في خلال الأسئلة الأخرى. نعم. خلال الحلقة. إلى أي عوامل فعلا نحن بحاجة أستاذ ماهر، حضرتك متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، نريد أن نستفيد من هذه النقطة بالتحديد لكي نفهم برأيك ما هي أبرز العوامل التي تجعل المجتمع الدولي قادر فعلا على مكافحة الإرهاب؟ المشكلة الأساسية في العالم الدولي هي تحديد مفهوم الإرهاب. يعني من هو الإرهابي؟ من هي الجماعة الإرهابية؟ ما الفرق بين الجماعة الإرهابية والمعارضة المسلحة والمعارضة الوطنية؟ أي الجماعات يمكن أن نبدأ بالحرب أولا؟ التعميم الذي يصدر من العالم حول الجماعات، يعني وضع الجماعات كلها في سلة واحدة وفي مخزن واحد ومعين واحد يعني نحدده دائما، يعني ما هي الجماعات، ما هي الخريطة التفصيلية لهذه التنظيمات والجماعات الإسلاموية تحديدا، تعريف واضح للسلفية وأصولها لأنها هي المنبع الأساسي للسلفية الجهادية فيما بعد، المنظومة الثقافية والتعليمية، هل الإرهاب يحارب من خلال الأمن فقط، العمليات الأمنية
هي المواجهة المسلحة المباشرة أم التعليم والثقافة والإعلام والتربية والأسرة لهم دور في مكافحة الإرهاب؟ في الحقيقة كل هذه الأمور والعوامل مجتمعة تحدد مفهومنا للإرهاب وكيفية محاربة هذا الإرهاب. فضلا على أن حتى لما حينما طرح العالم وطرح العالم الإسلامي موضوع تجديد الخطاب الديني، سنتحدث عن هذه النقطة، لا يعرف حتى هذه اللحظة. أستاذ ماهر سنتطرق إلى هذا المحور، هو محور مهم جدا، ولكن فلنبقى على صعيد السياسة الدولية. أستاذ أحمد، برأيك ما هي المسؤولية التي تتحملها واشنطن والمجتمع الغربي بشكل عام في تفشي الإرهاب في المنطقة؟ يعني عندما نسمع، وطبعا حضرتك تعلم والجميع يعلم، خطاب كولين باول الشهير في مجلس الأمن الدولي والذي كان مدافع شرس عن الحرب على العراق وحديثه عن أسلحة الدمار الشامل، كولين باول يعترف يعني الآن لأول مرة، هذا خبر ليس بجديد، بأنه خطابه والذي اتهم فيه العراق هو سيظل نقطة سوداء في ملفه، وهو نادم عن هذا الخطاب. بهذه البساطة وزير خارجية أمريكا يقول أنا نادم بعد أن دمر العراق مثلا؟ بالنسبة لدور واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي بصفة عامة هم في الخط الأول كضحايا للإرهاب. أما بالنسبة للشق السياسة الدولية وخطاب كولين باول، كولين باول لم يكن أكثر من بغبغان منفذ لسياسة الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت، إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، الصديق الصدوق لكثير من حكام الدول العربية والخليج على رأسها. ونتذكر المشاهد التي كانت تحدث واللقاءات التي كانت تحدث في مزرعته. أما اليوم فإننا أمام إشكالية، الإرهاب لا ينبع من فراغ. يوجد تقرير للأمم المتحدة صدر أمس أو أول أمس يقول أن السبب الأساسي لانخراط الشباب في التنظيمات الإرهابية ليس الدين، ولكنه حالة الإحباط من وضعهم في داخل هذه الدول. بالنسبة للولايات المتحدة، الحرب على الإرهاب تكلفة ضخمة على دفع الضرائب الأمريكي، بغض النظر عن أي إدارة موجودة. كانت إدارة الرئيس أوباما هي لم تتقاعس في هذا الدور، وبالعكس كان يلام على أنه تم تنفيذ طلعات بطائرات اللي هي بدون طيار يطلق عليها الدرونز أكثر من أي رئيس سابق. التكنولوجيا تطورت، وبالتالي مكافحة الإرهاب يجب أن تكون مجهود جماعي عسكري تماما، أمني، ولكن أستاذ أحمد اقتصادي توعية. عندما نستمع او عندما نسمع عن هذه البروباغندا الامريكيه الكبيره والتي لا تتوقف عن ضروره مكافحه الارهاب، وبالتالي نرى على ارض الواقع فعلا امريكا تكافح الارهاب؟ فعلا هي جاده بهذا الموضوع برايك بكل صراحه؟ يختلف الاجابه الى اي منطقه من العالم او اي دوله تتحدثين. مكافحه الارهاب يعني مظله واسعه. هل وجود الولايات المتحدة في سوريا يكافح الإرهاب؟ أقول نعم ولا في نفس الوقت، فإنها عندما تهاجم مقرات لتنظيم الدولة الإسلامية فهذا يدخل ضمن مكافحة الإرهاب، ولكن عندما يسقط ضحايا مدنيون أو ما يطلق عليه collateral damage، هل هذا مكافحة إرهاب أم اعتداء وعدوان؟ إحنا أمام يعني إشكالية قانونية أخلاقية على أوسع مدى، وأنا أتكلم معك بكل صراحة. نعم. كثير من الأمريكيين لا يرضون عن هذه الحروب الفقاعات في مختلف دول العالم. عندما يعني تساند أمريكا القوات العراقية في استرداد الموصل، هذا بالطبع شيء جيد للجميع، ولكن على الجانب الآخر. نعم. تفضلي. تفضل بإكمال هذه النقطة. على الجانب الآخر، في أفغانستان الولايات المتحدة لها فترة طويلة لم تحقق نجاحات ملموسة. نعم. في أفغانستان ما زالت طالبان تقوم بعمليات الإرهابية، اليوم سقط خمس ضحايا. يعني إلى ماذا يمكن أن نعيد سبب استهداف الغرب من قبل التنظيمات الإرهابية؟ أستاذ ماهر، برأيك الدول الأوروبية اليوم هي مستهدفة من قبل التنظيمات الإرهابية لماذا؟ لأي سبب؟ هل لأنه الغرب هو يحرض على الكراهية نوعا ما بشكل غير مباشر في الدول العربية والإسلامية ربما؟
أنا أريد أن أعود إلى النقطة السابقة وهي موضوع الإرهاب وموضوع يعني لماذا يعني الولايات المتحدة الأمريكية هل نجحت أم فشلت في مكافحة الإرهاب، وهل هي بالحقيقة يعني داعمة للإرهاب أم محاربة للإرهاب؟ في الحقيقة أنا يعني أرى أن الجماعات هذه الجماعات الإسلاموية تم توظيفها في أحيان كثيرة جدا وفق ما يسمى بنظرية التوظيف والاستدراج، يعني توظيف هذه الجماعات في فترة مثلا أفغانستان والقتال الذي حدث في أفغانستان لمحاولة إسقاط الاتحاد السوفيتي وإنهاك الاتحاد السوفيتي. كانت أمريكا داعمة لهذه التنظيمات بشكل مباشر وبشكل غير مباشر في هذه المرحلة، حينما تحولت التنظيمات هذه التنظيمات إلى شبكة لا مركزية وشبكة عابرة للحدود، أصبحت الولايات المتحدة تخشى من هذه التنظيمات في الحقيقة، وبدأ العصر الأمريكي الذي يفكر في محاربة هذه التنظيمات ووضع استراتيجية لمحاربة هذه التنظيمات، ومن ثم كانت 11 سبتمبر التنظيمات لهذه تنظيم القاعدة في هذه الأونة أيضا خطط لاستدراج الولايات المتحدة الأمريكية احتلال إحدى الدول، حينما قال في كتابه إدارة التوحش قال أنه سوف يستفز الفيل الأمريكي، فيدخل الفيل الأمريكي إلى إحدى الدول فيحتلها، ومن ثم نقوم بتجيش الشعوب وتجنيد العناصر وتفتيت هذه الدولة، ومن ثم إقامة إمارة في أرض التوحش والفوضى، ثم نتوسع لنقيم خلافة في عام 2022. هذه هي خطة تنظيم القاعدة بالنص داخل كتاب إدارة التوحش. تنظيم داعش الإرهابي نفذ هذه الخطة بوضوح شديد، وكان في الحقيقة في أحيان كثيرة يستفيد من أعدائه، فكان أحيانا في أحيان كثيرة يهرب الأسار عن طريق أعدائه، وكانت هناك دول تمده بالأموال، وكانت هناك دول تمرره، فأصبحت هناك دول الممرات ودول للتمويل ودول الدعم اللوجستي، واستفاد من كل أعدائه. وهناك تصريح ملفت للانتباه، هو تصريح قديم في هذا الموضوع أستاذ ماهر، تصريح قديم ولكنه دائما مهم، لرئيس وكالة المخابرات الأمريكية CIA السابق وهو جيمس وولسي في العام 2006 يقول عن الدول العربية: سنصنع لهم إسلاما يناسبنا نحن، وثم سنجعلهم يقومون بالثورات، بين مزدوجين موضوع الثورات. طيب هنا نتحدث عن الخطاب الديني، هو يلعب دور مهم جدا بإطار الحديث عن كل هذا الموضوع. أستاذ أحمد، ما مدى واقعية فكرة إصلاح الخطاب الديني؟ يعني يحضرني بكل تأكيد، ولم أكن أحب أن أتطرق إليه، تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما أتى إلى الحكم أنه سيغير الخطاب الديني، ولكن ماذا نرى على أرض الواقع؟ الخطاب الديني مستمر ومستعر، الخطاب الديني وصل إلى مرحلة تكفير الآخر، شريك الوطن من المسيحيين المصريين سواء أقباط أرثوذكس أو طوائف أخرى، يمنع عنهم الصلاة في الكنائس، لا يمنح لهم تصاريح للبناء، تغلق حتى الكنائس التي كانت موجودة. أي تجديد خطاب ديني كان يتحدث عنه السيسي وأمثاله في هذه المرحلة، رأينا فقط خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم أنه في مصر تحديدا توجد خطبة مجمعة، خطبة الجمعة موحدة على مستوى المساجد التي تشرف عليها الأوقاف المصرية وتشمل كل المساجد المصرية، رأينا الدعاء على أمريكا والأمريكيين بالدمار والفناء خلال الأعاصير التي هو حاليا احنا في موسم الأعاصير في سبتمبر سواء إرما أو هارفي، ولم نرى استنكار من الحكومة المصرية ووزارة الأوقاف على هذه الأدعية ضد الأمريكيين. هل هذا تجديد خطاب ديني أم أن السيسي يستغل الدين مثله مثل أي طاغية ليستغله ليكون عاملا مضاد لأمريكا أو الدول التي يختلف معها؟ 337 مليون دولار تخفيض في المعونة أو الهبة السنوية التي يمنحها دفع الضرائب الأمريكي إلى مصر ليست سبب إلى توسيع دائرة الكراهية، هو للأسف فشل في هذا، يعني وكذلك حكام بقية الدول العربية والإسلامية. يعني جوابك متشائم جدا أنا أستاذ أحمد. استخدمت السيسي فقط كمثال. جواب متشائم، لا ترى فيه أي بعد لموضوع الإصلاح في الخطاب الديني، لماذا أستاذ ماهر؟ فعلا لا يمكن أن نتحدث عن عملية إصلاح في الخطاب الديني؟
بداية لابد قبل أن نتحدث عن الخطاب الديني لابد أن نتحدث عن أسباب هذا التطرف. يعني في الحقيقة يعني هل السلطة القائمة أو السلطة الدكتاتورية كما يتحدث البعض وبعض مراكز الأبحاث الغربية تتحدث على أن الدكتاتوريات في العالم العربي هي السبب؟ إذن فلماذا العمليات الإرهابية في دول الديمقراطية ودول الحرية في باريس وأسبانيا مدريد وفي بريطانيا وغيرها؟ هل الاقتصاد هو العامل؟ هل العوامل الاجتماعية السوسيولوجية هي العامل؟ في الحقيقة لا سبب محدد للتطرف، لكل فرد وعنصر متطرف له سبب على حدة. ظاهرة الثروة لها سبب وتقسيمها تقسيما عادلا، ظاهرة السلطة وتداول السلطة تداول ديمقراطي لها أسباب، الظواهر الاجتماعية الأخرى لها أسباب، ومن ثم لا نستطيع فصل الخطاب الديني عن خطاب السياسي للسلطة. هذا 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 واقع وهذا حقيقة. ولكن يعني بذكر السيسي وبذكر ما حدث في مصر، الرجل بالفعل كان يريد تجديد الخطاب الديني، وجه نداء إلى المؤسسة الدينية أن تقوم بمحاولة تجديد الخطاب الديني، لكنهم في الحقيقة هم ذاتهم متكلسون في هذه المسألة، لا يستطيعون وضع حلول، لأن معنى تجديد الخطاب الديني هو معنى انهيار تلك المؤسسات في الحقيقة في ذاتها، لأنها بنيت بناء خاطئا، معناها أنهم سوف يقومون بثورة شاملة على كل أفكارهم، وهذا صعب للغاية. هناك مناهج في موضوع تجديد الخطاب الديني، هناك من يرى أن تجديد الخطاب الديني هو القتل لكل التراث الماضي القديم، وهذا ما لا يرضى عنه آخرون، بأن الأمة سوف تنفصل عن تاريخها، ويرى آخرون الانتقائية بمعنى أن أنتقي من التراث ومن الماضي ومن السلفية القديمة ما يوافق المعاصرة، وهذا بالفعل ما لا ترضى عنه الجماعات الإسلاموية ولا الجماعات التكفيرية. لكن كيف نفعل ذلك؟ هذا صعب للغاية، هذا لا يحتاج إلى مشروع مصري، بل يحتاج إلى مشروع عالمي لتجديد الخطاب الديني، لا تستطيع حتى دولة بمفردها أن تقوم بذلك. يعني أريد أن أفهم نقطة لو توضحها لي. طبعا أستاذ أحمد سأعود إليك لترد، ولكن نسمع وهو أمر مؤكد بأنه هذا الإرهاب لا يمثل الدين الإسلامي بأي شيء، الإسلام مختلف وبعيد عن هذا الإرهاب والتكفير والتطرف، أليس كذلك؟ وبالتالي لماذا لا يمكن أن نتحدث إذن عن تجديد الخطاب الديني؟ لماذا مؤسسة الأزهر مثلا في مصر ترفض التجديد في الخطاب الديني وترفض كل هذه النقاط التي تفضلت بها حضرتك الآن؟ هناك من يغرقون في مسائل التراث القديم جدا، مسائل يعني بعض الفتاوى، ويريدون مثلا الحديث عن البخاري وحديث البخاري، ويدخلون في مسائل تعميمية ضخمة جدا. هذا شيء مريب جدا لعموم المواطنين والشعبويين وللمواطنين بشكل عام، لكن في الحقيقة هم لم يدخلوا إلى المعادلة الحقيقية، وهي عملية تفكيك مقولات الإرهابيين. يعني لابد من وجود مشروع يفكك مقولات الإرهابيين، بمعنى أن داعش لها على سبيل المثال 67 كتاب لتنظيم داعش الإرهابي، فكري أيديولوجي وبناء فكري حقيقي موجود على الشبكة العنكبوتية والإنترنت. من تصدى لهذه؟ لم يتصدى لها أحد. نحن نريد أن ندخل إلى تلك هذه الكتب ونفكك المقولات التي اعتمدوا عليها في مسألة قتال الطائفة الممتنعة، مسألة تكفير الحكام، مسألة العذر بالجهل، الكفر بالتتابع. هذه المسائل للأسف الشديد لم يتصدى لها أي مؤسسة دينية في المشرق مطلقا، أي أن تقوم بتفكيك مقولات الإرهابيين ومعادلات الإرهابيين. هذا يحتاج ليس إلى فقط في مصر، في تونس أيضا هناك على سبيل المثال على هذا الموضوع، ليس فقط في مصر، في تونس هناك موضوع شائك على هذا الصعيد. نعم. أيضا طيب أستاذ أحمد، كنت تريد نعم. أن ترد بشكل سريع قبل أن أطرح السؤال التالي، تفضل. أنا أرد بشكل سريع على نقطتين اللي ذكرهم الأستاذ ماهر. النقطة الأولى بالنسبة للإرهابيين الذين يقومون بعمليات في أوروبا، وهم أيضا موجودون في أوروبا. بالنسبة لأوروبا الغربية سيدي الفاضل، يوجد جاليات عربية وإسلامية كبيرة في هذه الدول، وهاخد فرنسا على سبيل المثال، ولكن هذه الجاليات فهي مهمشة في المجتمع. يكفي أن تعلم أن الدخل، أن الحد الأدنى للدخل المواطن الفرنسي، المواطن العربي المسلم أو الفرنسي من أصول عربية إسلامية، يحقق نصفه. لا يوجد لديهم خدمات، لا يوجد لديهم مدارس، لا يوجد مستشفيات، ولا حتى مكتب للبريد للتواصل، فهم مهمشين في جيتوهات خارج المدن الكبرى. ولكن أستاذ أحمد،
هذا التهميش إلى مرحلة من التطرف. هذا التهميش هل هو قاد يعني من خلال هذا التهميش فقط هو السبب الوحيد لالتحاق هؤلاء بتنظيمات الإرهابية؟ يعني هم أليسوا بحاجة لخطاب محرض أيضا للالتحاق بتنظيمات تكفيرية؟ سبب كبير أو جزء كبير من التحريض عندما يحرم، هذه لا يوجد لديه بلد ثاني. أنا أتكلم على الجيل الثاني والثالث، لا يوجد لديه بلد ثاني ولكن يتم التمييز ضده فقط لخلفياته العرقية والدينية. النقطة الثانية، عندما قلت أن الأزهر لا يريد أن يأخذ المبادرة في تجديد الخطاب الديني، اسمح لي يا سيدي، مصر تحكم عن طريق ديكتاتور وهو عبد الفتاح السيسي، هل الديكتاتور في حاجة إلى مرادات الأزهر؟ إذا كان ينتهك جميع الحقوق والقوانين لجميع أفراد الشعب المصري، فلماذا الأزهر يتميز؟ النقطة الثانية، عندما أتى عبد الفتاح السيسي قال أنه سيمنع وجود الأحزاب ذات الخلفية أو الجذور الدينية، ونرى حزب النور السلفي ونحن نعلم من هم السلفيين. لا نريد أن نحصر هذا الموضوع فقط في مصر أستاذ أحمد، بالمنطقة بشكل عام هناك هذا التيار المتشدد، أليس كذلك؟ أنا الضيف 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 مقابل من مصر، فأنا بالتالي بستخدم أمثلة مصرية لسهولة التواصل والتدليل عليها. إذا ذهبنا إلى دول الخليج فحدث ولا حرج، تمويل الجماعات الإرهابية لا يأتي من فراغ ويأتي من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط من قطر ولكن من قطر والسعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين. يجب أن يكون هناك منظومة وإنفاذ للقانون قوي. يعني لا يمكن أن ننكر أهمية هذه النقطة. إذن تم محاصرة، لا يمكن أن ننكر أهمية نقطة الخطاب الديني بموضوع التجيش بالطبع، ويعني تشجيع الشباب للالتحاق بهذه التنظيمات الإرهابية. هنا سأنتقل إلى هذا المحور والذي هو أيضا محور مهم، المحور السياسي المتعلق بالسياسات الغربية من جديد. أستاذ ماهر، ما الذي يمكن أن تكون قد تعلمته واشنطن بعد 16 عاما على أحداث 11 أيلول في أمريكا من موضوع مكافحة الإرهاب؟ هل هي فعلا تريد تغيير سياستها في المنطقة أو ستبقى على ما هي عليه؟ مبدعيني أولا أرد على مسألة الأحزاب الدينية. يعني في مصر تحديدا الأحزاب الدينية ليس حزب النور فقط الموجود على الأرض، يعني حزب النور وحزب الوطن وحزب البناء والتنمية، كل الأحزاب التي صرح لها عقب الثورة المصرية تقريبا ما زالت كلها أغلبها موجود على الأرض، ولم ما زالت قانونية تعمل بشكل قانوني على الأرض. حتى التيار الموجود، تيار في الإخوان المسلمين مثل عبد المنعم أبو الفتوح على سبيل المثال، ما زال موجودا، يعني ما زال موجودا، وحتى بعض المكاتب الإدارية الإخوانية ما زالت تعمل وتجري انتخابات وموجودة على الأرض. يعني المسألة لا علاقة لها بالتصريح السيسي، المسألة لها علاقة بأمور أخرى، وهي عدم تعميم وإدخال كل هذه التنظيمات في خلية واحدة وفي مجموعة واحدة، ومعناها حرب الأفكار، حرب هذه التنظيمات ببعضها البعض، وهذه استراتيجية تقوم بها بعض الدول ومنها مصر على سبيل المثال. الولايات المتحدة الأمريكية، على ذكر سؤال حضرتك، الولايات المتحدة الأمريكية كان لها سياسات مختلفة في حرب الإرهاب. السياسة الأولى عقب 11 سبتمبر وهي في عهد بوش الابن، وهي تجميع الإرهابيين في منطقة واحدة والمواجهة المباشرة معهم سواء في أفغانستان في العراق، وترك الحدود مفتوحة ودفع الدول إلى أن تتخلص من إرهابييها والعائدين من أفغانستان إلى العراق، ومن ثم بعد ذلك تفكيك العراق وتفكيك الجيش العراقي والقضاء على هذه التنظيمات. هذه السياسة والاستراتيجية ثبت فشلها تماما في حرب الفلوجة وفيما بعد ما نشأ القاعدة في بلاد الرافدين، ثم تنظيم الدولة في عهد أبو عمر البغدادي، ثم في عهد أبو بكر البغدادي، وبدأت السياسة الأخرى في عهد أوباما وهي سياسة حرب هذه التنظيمات عن بعد بطريقة غير مباشرة، عن طريق واحد خلق ثنائيات على الأرض، يعني بمعنى خلق ثنائية الأكراد أمام جبهة فتح الشام، وجبهة فتح الشام أمام داعش، وداعش أمام جيش الإسلام، وجيش الإسلام أمام، وهكذا. هذه الثنائيات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، خلق الطائفية والحرب ما بين الشيعة والسنة لتفكيك المنطقة بعد ذلك. ولذلك لن تجدي يعني إحصائية متكاملة للتنظيمات الموجودة سواء في سوريا أو في
العراق عدديا، حتى داعش نفسه لا توجد إحصائية صادقة وحيدة بعدد أفراد داعش، نظرا لأن هذه السياسة أيضا ثبت فشلها، وطال أمد الحرب وطالت أمد التنظيمات ونبع عنها مزيد من التنظيمات الأخرى، لدرجة أننا وجدنا في المنطقة أكثر من 200 ميليشيا، ووجدنا في سيناء أكثر من 19 تنظيما، وفي ليبيا أكثر من 50 تنظيم. ولكن هذه السياسة الأمريكية هناك نقطة مهمة تحدث عنها أستاذ أحمد، موضوع تمويل الجماعات الإرهابية في دول المنطقة، مثلا في دول الخليج، ذكرت حضرتك دول الخليج. عندما نقرأ بصحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن وجود أدلة جديدة ضد المملكة العربية السعودية في الدعوى القضائية، وهي متعلقة بإحداث 9/11، وقد ثبت فيها تورط موظفين في السفارة السعودية في واشنطن وتمويل أفراد الشبكة التي نفذت الهجمات الإرهابية، هكذا خبر، كيف يمكن أن يؤثر أو يعني يقدم مؤشرات جديدة على صعيد موضوع تمويل الجماعات الإرهابية أو الضغط على من يمولها لإيقاف هذا الإرهاب من التفشي أكثر وأكثر؟ ما الحادثة التي ذكرتيها وموضوع نيويورك بوست، هذه ما يطلق عليه alleged، ادعاء، ويجب ألا نتسرع في قبوله كحقيقة واقعة، يجب أن يحدث تحقيق يثبت بما لا يدع مجال للشك beyond reasonable doubt أن هذا حدث بالفعل. يوجد قانون جاستا الذي تم تمريره في أواخر أيام إدارة الرئيس أوباما، وهذا بالطبع ليس مقبولا من الأطراف السعودية، ولكن في الداخل الأمريكي ومن مدينة نيويورك التي أنتمي إليها هنا منذ ربع قرن وربما أزيد، هذا القانون جاء كنوع من السالفيشن، الخلاص إلى أهالي الضحايا الذين ما زالوا يتذكرونهم حتى اليوم. واليوم كان الاحتفال السنوي بالذكرى 16 في مقر أو في موقع مبنى برجي التجارة العالمية الذي أعيد بنائه وافتتح تحت اسم برج الحرية ليبرتي تاور. نعم. فهذا ما زلنا في بداية هذا الموضوع، ويجب أن ننتظر التحقيقات النهائية فيه، ولكنه ادعاء، ولو صدق فسيكون لطمة موجهة للمملكة العربية السعودية وإدارة الرئيس ترامب الذي احتضنهم ووقع معهم عقود بمئات المليارات من الدولارات. علي هنا أن أستاذ أحمد أن أثير نقطة ذكرتها في بداية النقاش، موضوع الإسلاموفوبيا، وهو ربما أبرز التداعيات التي نراها من بعد أحداث سبتمبر في أمريكا. أستاذ ماهر، هناك الإسلاموفوبيا، ومن جهة أخرى هناك وصول اليمين المتشدد إلى زمام السلطة في العديد من الدول الأوروبية. نحن إذن أمام أي مشهد عالمي، أمام أي سيناريو يمكن أن نتحدث عنه؟ لكل فعل رد فعل في الحقيقة. يعني الإرهاب توسع بشكل كبير، توسعت جماعات التكفير بشكل أكبر، يعني الجيل الجديد من الإرهابيين هو جيل قفز على الاستراتيجيات القديمة لهذه التنظيمات، قفز على الأيديولوجيات القديمة لهذه التنظيمات. أصبح من المتوقع أن نشهد مزيد من التنظيمات بأسماء مختلفة متنوعة. على الناحية الأخرى، اليمين المتطرف بدأ يتوسع في أوروبا ويحاول الوصول إلى السلطة وحكم أوروبا بالكامل. هذا وشهدنا عمليات في لندن وبريطانيا من اليمين المتطرف ضد المسلمين. هذا كله في النهاية هو رد فعل، يعني وهذا سوف يؤدي لا يؤدي القضاء على الإرهاب، بل سوف يؤدي إلى دعم الإرهاب وإلى توسع الإرهاب، ليس في أوروبا فحسب ولكن في العالم كله. فلنطلع معا على نتائج التصويت على سؤالنا على تويتر. السؤال المطروح كان في ذكرى 16 لهجمات سبتمبر، ما هو السبيل إلى دحر الإرهاب؟ 18% قالوا التعاون الدولي، 55% قالوا تغيير سياسات الغرب، و 27% صوتوا لجواب إصلاح الخطاب الديني. نذكركم مشاهدينا بالاستمرار بالتصويت على السؤال المطروح أيضا على موقعنا arabic.rt.com. أريد أن أشكر من نيويورك رئيس تحرير قناة ATN أحمد فتحي، ومن القاهرة الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي، وشكر لكم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة دائما عبر RT. إلى اللقاء.